علينا أن نشهد مرافق العدد المركب 7 ناقص 5 I. والمطلوب في هذا العرض هو إيجاد مرافق العدد المركب، وهذا سهل جدا، فهو نفس العدد هنا، نفس العدد، وهنا لدينا أجزاء حقيقية نفس هذا الجزء أي 7، لكن الأجزاء الوهمية لديها إشارة مخالفة وهي هنا سالبة، فإذا ناقص 5i تصبح موجبة أي زائد 5i، فهذا هو مرافق المركب 7 ناقص 5i. وأحيانا تكون طريقة التعامل بكتابة هذه 7 ناقص 5i، إذا كان لدينا 7 ناقص 5i ووضعنا خط فوق هذا، فهذا يعني أننا نريد مرافق العدد المركب 7 ناقص 5i والتي تساوي 7 زائد 5i. وبعض الناس يمكن أن يستدلوا على المرافق بدلالة زي، فإذا رأينا زي تساوي 7 ناقص 5i ووضعنا خط فوق الزي، هذا يعني أن المطلوب إيجاد مرافق العدد المركب والذي يساوي 7 زائد 5i. الآن يمكن أن نقول أن هذا مباشر لإيجاد مرافق عدد مركب، لكن ما فائدة هذا؟ السبب هنا بسيط، لهذا هو أننا نضرب أي عدد وهمي بالمرافق أو مرافقه فنحصل على عدد حقيقي. الآن أريد هنا هذا هو مرافق العدد 7 زائد 5i هو مرافق 7 ناقص 5i، والعكس صحيح، أي أن ما نقوم به هو تغيير إشارة العدد الوهمي فنحصل على مرافق العدد المركب. لكن دعوني أريكم أنه عندما نضرب مرافقات الأعداد المركبة سأحصل على أعداد حقيقية. إذن لنضرب 7 ناقص 5i ضرب 7 زائد 5i، وسأقوم هذا باللون الأزرق، 7 ناقص 5i ضرب 7 زائد 5i. عندما نضرب هاتان العبارتان سنقوم بالتوزيع، ويمكن أن نقوم بالتوزيع مرتين، لكن هنا نضرب كل جزء من هذا العدد المركب بكل جزء من العدد المركب الآخر. إذن هنا نقوم بعملية الحساب، إذن لدينا 7 ضرب 7 ويساوي 49، 7 ضرب 5i إذن زائد 35i، و7 ضرب ناقص 5i يساوي ناقص 35i. وبهذا يمكن حذف الأجزاء الوهمية، فإذا كان لدينا ناقص 5i ضرب 5i يساوي ناقص 25i تربيع، وتذكر أن i تربيع يساوي ناقص 1، ودعوني أكتبها هنا، ناقص 5i ضرب 5i ناقص 5i ضرب 5i يساوي ناقص 25i تربيع، ونعرف أن i تربيع يساوي ناقص 1، إذا ناقص 25 ضرب ناقص 1 ويساوي 25، تلغي هذه ويبقى لدينا 49 زائد 25، إذا ناتجنا يكون 74، فالعدد الحقيقي هنا 74. وطريقة أخرى للحل تكون باستخدام التوزيع، وهذا يشبه نمط معين استخدمناه في حل المسائل الجبرية، فهذا باستخدام نمط A زائد B ضرب A ناقص B، وتساوي A تربيع ناقص B تربيع، وهنا لدينا مربعات مختلفة، ففي هذه الحالة A تساوي 7 و A تربيع تساوي 49، وفي هذه الحالة B تساوي 5i، وإذا B تربيع تساوي 5i تربيع وتساوي 25i تربيع أي تساوي ناقص 25، وهنا نطرح فنعكس الإشارة فتصبح موجبة أي زائد 25، أي بالتالي نحصل على 74.